مساكم الله بالخير، تحب الله من أمك وصالح الأعمال. اليوم تجربتنا عن مسجل كاترج وإضافة شريحة بلوتوث له. شريحة بلوتوث تباع في علي إكسبرس بريالين وشحنها ب10 ريال، وإذا بتطلب من هناك اطلب مجموعة، لأن أنا عندي واحدة ضربت لأني شبكت عليها 12 فولت وهي 5 فولت، فضربت هذه فبدلتها بواحدة ثانية وشوني جايب كمية منها. لتشغيل شريحة بلوتوث لازم مدخل كهرب 5 فولت، سواء هنا عن طريق الكيبل، تشوف لك أي دائرة هنا أي 5 فولت في الدائرة الكهربائية، أو تركب اللي هو USB، الكيبل USB هذا الشاحن حق السامسونج ويكفي. أما مخارج الصوت فيه 3 أطراف، هذه الرايت اللي هو اليمين، واللفت اللي هو اليسار، والجراوند اللي هو الأوسط الأسود. الأصفر نودي للطرف الطرف اليمين اللي هو هنا. شفت الشريحة هذه؟ هذه الشريحة، هذا الشريحة حقت الصوت في الطرف هذا، هو نفسه في الآي سي هذا. والطرف البرتقالي اللي هو اليسار نركبه في الطرف الأيسر اللي هو قطعة الآي سي هذه، أو الكيبل الأحمر هذا. طبعا كل الرؤوس هذه كلها رايح الرأس حق مسجل كاترج. مسجل كاترج هنا في رأس داخل طالع منه 3 كيابل للصوت و3 كيابل حقت قلب الشريط. طبعا الكاترج يختلف عن المسجل هذه، الكاترج لها 4 وجيه، 4 وجيه كل وجه ربع ساعة، كل ضغطة من هنا تعطينا ربع ساعة، 3 4. عندنا شرط أساسي لتشغيل البلوتوث اللي هو وجود شريط الكاترج. إذا ما عندك شريط كاترج لازم الدقمة هذه ترفعها فوق. شوف الحين الكاترج طلعناه برا، الدقمة هذه تنزل تحت، هذه لازم تكون مرتفعة فوق. شوف لها عاد صامولة، شوف لها أي شيء. أنا رفعتها بالشكل هذا، لكن طبعا عشان تشوفون بس، لو أسحب المفتاح هذا تنزل، لذلك لازم تركب الشريط. وإذا ما عندك شريط زي ما قلت لك جيب لك أي شيء يرفع الدقمة هذه. الشيء الثاني الدينامو بيزعجك لأنه بيدور. طبعا أنا حاط مغاط كان مقطوع، هو مزعج الدينامو. الدينامو مزعج لازم من تحت إذا تبغى تفصله، فكه من افصل سلكه من تحت عشان يريحك من الإزعاج اللي يدور كل شوي، وأحيانا صار قديم بعد يطلع صوت صدى وكذا. الحين بنجرب ونشغل الكهرباء عليه. طبعا أنا مرهم له محول باور سبلاي مركب على الدائرة على طول، لأن ما عندي للأسف فيش باور، عندي أفياش سماعات لكن ما عندي فيش الباور سبلاي. ونجرب الحين مع بعض، بس ما القلق في أصوات في زعاجات، إذا رفعت راح الصوت لأن الظاهر قريب من الباور. الحين شبك مع الجوال الثاني هذا هو. ولكن أكثرهم